اثناء وجودي في الكليه كانوا يعطونا في الكليه تقريبا 2830 ريال، فكنت اوفر من هذا المبلغ بحيث انه اذا جاء الصيف او جاء الربيع اروح فيه الوالدين، اعطي الوالد مبلغ مالي، اعطي الوالده مبلغ مالي، اجيب هدايا لاخواني واخواتي. الحقيقه كان هذا الشيء يعني اعتبره من افضل شيء سويته في حياتي، يعني حتى لو توفر لي المال الان لا اجد لذته مثل ذلك الوقت، لانه كان مبلغ بسيط وكان بالنسبه لي كبير، وكنت اوفره علشان ارجع لهم بهدايا او ارجع لهم مبلغ مالي. كنت اعتقد ان هذا المبلغ بيغير حياتهم، ولكن الحقيقه هو كان يساعدهم في الحياه، بس بالنسبه لي كان كبير وكان جميل جدا بالنسبه للوالدين، وكان له دور ايضا كبير في معرفتهم بي واثبات الرجوله بالنسبه للوالد.